مايكل بريجنت كبير الباحثين في معهد هادسون، الصدر والمالكي والعامري والخزعلي ومن شابههم سيفقدون السلطة مع إيران. جاء تنظيم داعش بسبب نفس الإجراءات الطائفية التي تحدث اليوم في جميع أنحاء العراق. هؤلاء يهاجمون الشيعة لعدم دعمهم مواقفهم المؤيدة لطهران. على الولايات المتحدة أن تفهم ذلك، كما عليها البقاء هناك والمساعدة في بناء قوة سنية محلية مثل الصحوات وتيار أبناء العراق. لقد فعلت هذه القوى السنية ما لم تستطع قوات المالكي ذات الغالبية الشيعية فعله، وهو القضاء على القاعدة. السنة فقط يستطيعون منع عودة داعش. رمزي مارديني باحث في المعهد الأمريكي للسلام: أولويات الولايات المتحدة المهمة في العراق هي مكافحة الإرهاب ومكافحة النفوذ الإيراني وبشكل أقل النفط، ويتعين على النخبة في العراق أن تحدد المشاكل والحلول التي قد تساعد الولايات المتحدة على المشاركة في دورها التسهيلي خلال أفق زمني أطول. ومن بين المجالات التي ينبغي لنا التركيز عليها هي كيف تستطيع الولايات المتحدة أن تساعد العراق في الإصلاح المصرفي والتعاون مع المؤسسات الدولية والتكامل معها. باربرا سلايفن مديرة مبادرة مستقبل إيران في المجلس الأطلسي: وفقاً لقراءة محادثات الأمس حول إطار عمل استراتيجي جديد، فقد وافقت الولايات المتحدة على تخفيض قواتها في العراق بعدد غير محدد. إيران تلعب لعبة أطول مما نقوم به. ديفيد دي روتش أستاذ في جامعة الدفاع الوطني: أفادت إيران بأنها تواجه صعوبات في السيطرة على أتباعها في العراق. تعطيل النظام دائماً أسهل من استعادته.